المعركة الآن هي معركة بين شرعية، شرعية انتخاب وشرعية مؤتمر انتخابي ديمقراطي، تم في كنف الشفافية بحضور كل وسائل الإعلام وبحضور المراقبين. المسألة الأخرى أنه مخرجات هذا المؤتمر لم ترق لشخص معين وهو السيد حافظ قائد سبسي الذي كان يريد أن يتزعم الحزب رغم إرادة المؤتمرين والناخبين في المؤتمر، وعليه فقد أخذ مجموعة من جرحى الانتخابات التي وقعت في المؤتمر، والذين كانوا يريدون أن يكون لهم موقع في نداء تونس بمنطقة الانتهازية وبمنطقة المصلحة الشخصية التفوا حوله وانقلبوا على شرعية المؤتمر باستعمال العديد من الوسائل للتشويش على مخرجات المؤتمر الشرعية في عملية انقلابية على نتائج هذا المؤتمر. ولكن اليوم وبعد اجتماعات للجنة المركزية وهي المؤسسة المنتخبة المتكونة من 217 عضو والتي تمثل كل الجهات اجتمعت في مناسبتين، المناسبة الأولى في الحمامات وانتخبت بأغلبية أعضائها ب115 عضو السيد سفيان توبيل كرئيسا للجنة المركزية، وكذلك أرست وزكت القائمة التوافقية التي أمضى عليها السيد حافظ قائد سبسي وهي قائمة المكتب السياسي والتي انتخبت داخلها أمينا عاما للحزب. وعليه فإن الحديث على أي تحرك آخر هو تشويش على ذلك. وكذلك تم التنبيه على السيد حافظ قائد سبسي وزمرته بأن يحترموا شرعية المؤتمر وأن يحترموا مخرجات المؤتمر وأن ينصهروا في هذه العملية وأن يأخذوا المواقع التي تم انتخابهم في المؤتمر فيها. وكذلك تم توجيه رسالة للسيد رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس المؤسس والرئيس الشرفي لنداء تونس وكذلك هو والد السيد حافظ قائد سبسي حتى يتدخل للانتصار للشرعية باعتباره أولا رجل قانون وباعتباره كان يوصي بأن يكون المؤتمر انتخابي ديمقراطي وقانوني، وهذا ما قمنا به. عندما يقرر رئيس الجمهورية بأن يترشح سيكون مرشحنا، إذا قرر ذلك وإلا فلأن مؤسسات الحزب تجتمع وستقرر من سيكون مرشحي. لا، هو الموضوع هذا تم حسمه داخل المؤتمر وقد تم التصويت بأغلبية المؤتمرين على أنه تم القطع مع كل تحالفات مع أي حزب له مرجعية دينية وينتمي للإسلام السياسي. ونحن نعتبر بأن التجربة التي خضناها مع حركة النهضة كانت تجربة مريرة، كانت تجربة دفعنا ثمنها غاليا جدا، وخاصة خلال الاستقالات التي وقعت سواء من قبل النواب أو من قبل شخصيات كانت موجودة في نداء تونس. وعليه فإننا قمنا بهذه المراجعات وقمنا بالتقييم وسنواصل هذا التقييم داخل مؤسسة الحزب، ولا أعتقد بأنه في المرحلة القادمة سيكون هناك تحالف مع حركة النهضة باعتبار أن حركة النهضة هي المنافس الأساسي لنا، وباعتبار أن حركة النهضة ليست بالأقوى وهي في المشهد السياسي الحلقة الأضعف. أولا توحيد العائلة الندائية وتكوين النداء التاريخي من خلال إرجاع كل المستقلين والذين خرجوا عن نداء تونس، وكذلك فتح الأبواب أمام الأحزاب القريبة من نداء تونس لتشكيل هذه الواجهة الديمقراطية التقدمية. كل الأحزاب الأيادي ممدودة للجميع، وفي الأيام القادمة إن شاء الله سيتم الإعلان على كل ما حصل مع هذه الأحزاب.